الماضي امام بيراميد البنك الاهلي، وهزيمه كبيره في الاسبوع الماضي امام فريق انبي 1-3. عشان كده بقول لكم لقاء النهارده هو لقاء الجناحين ولقاء يجمع البنك الاهلي امام القطعه. موجوده من اسحاق يعقوبو، كرة طولية خطيرة سريعة، منطلق خطورة بن حسن، عرضية يا الله، ولكن الرأسية ممتازة والتغطية رائعة من الباك الشمال وهو اللاعب محمد ربيعة. هجمة خطيرة سريعة جميلة منظمة من لاعبي البنك الأهلي، ولكن في المقابل يا سادة تمركز دفاعي جيد من لاعبي فريق مودرن فيوتشر. مباراة مهمة جدا وحساسة جدا جدا بالنسبة للمدرب القبرصي السيد بابا فاسيليو، لأن النهارده ممكن لقاء اليوم يكون هو نقطة تحول كبيرة جدا في بقاء هذا المدرب مع الفريق. لمسة براسي والهدف، جول جوا جول، الهدف الأول، الضربة الأولى، هدف سريع سريع في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، هدف التقدم للبنك الأهلي من لمسة، من ركبية، من عرضية، ثم ارتقاء وراسية، الراسية الذهبية من سعيد السنبري، قلب الدفاع يزيد لقدام في الضربات الثابتة والضربات الركنية، وعلى طول يعملها ويجيبها ويسجل هدف أول مبكر في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول. هذه العادة، بص العرضية حلوة ازاي، ثم الارتقاء لوحده خالص لوحده خالص، وسط فركة وسرحان موجود ورا في دفاعات فريق فيوتشر، وعلى طول سعيد السنبري يعلن الآن عن تقدم البنك الأهلي بهدف أول في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول. الأهداف البنك الأهلي في الدوري هذا الموسم، هدف في مرمى الزمالك في الجولة الثالثة، الكرة الطولية والدفاع تصل على طول بلمسة تترد لعاطف، عالية رأسية من علي الفيل، عالية فوق طالع من غنام محمد على أرض غنام على اليمين، تترد من في المشوار الأفريقي وفي المشوار المحلي، بيلو النيجيري، بيلو أمامية الصفاقسي على اليمين، تصل لباسم علي بعرضية متابعة ولكن قوية قوية وتلعب بره، تلعب بره ملعب طوبة. الآن ضربة المرمى لصالح نادي البنك الأهلي، هذا تصل لخالد رضا، ماتش حلو يعني، ماتش حلو، هجمة هنا وهجمة هناك ومفيش كلام. الهدف المبكر يعني خلى المباراة تروح في حتة تانية، انطلاقة يعقوب، عرضية خطيرة متابعة، ولكن التمركز الدفاعي الممتاز من الباك الشمال وهو اللاعب محمد ربيعة، ربيعة المغربي عبد الكبير الوادي، الوادي والفاول، وعلى طول عرضية رأسية حلوة من الدفاع، تغطية ممتازة من محمود الجزار، ممتازة يا جزار، ترجع مرتين لورا، ربيع على الشمال للنجيري، بيلو انطلاقة صفاقسي، تاكلينج من يعقوبو، مروان براسية مهارة قطعة، انطلق راح هرب من الخطورة، مدبولي مدبولي، لمسة حلوة على الشمال، ابراهيم حسن بلمسة خطيرة ولكن تعدي مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول، ابراهيم حسن يعمل لمسة ويعمل باصة ولكن تعدي بشكل غريب وعليت فوق العارضة في هجمة وفي هدف بيضيع بالنسبة للبنك الأهلي. بص الباصة، بص الباصة الروعة بقدم مدبولي، لعب باصة حاليا يمني النفس من أجل العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل مع لحظات أخيرة من عمر الشوط الأول. ركنية عرضية رأسية متابعة والهدف، جول جوا جول، هدف التعادل بضربة الرأس للنجم التونسي أيمن الصفاقسي، التعادل موجود والتلاحم موجود، تعادل إيجابي 1-1 من ضربة ركنية ومن عرضية ومن رأسية من خالد رضا، ثم المتابعة وأي متابعة من النجم التونسي أيمن الصفاقسي عشان فيوتشر يعود للمباراة ويسجل هدف التعادل يا سيدة في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول. الهدفين من ضربات ركنية، الهدفين من ضربات ركنية، هذه العادة مرة تانية، هذه الوادي وعرضياته وهذه الراسية من خالد رضا، ثم المتابعة الجميلة 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 من النجم التونسي أيمن الصفاقسي اللي في أول لقاء في الدوري يسجل كمان أول هدف في الدوري في هذا الموسم. 1-1 هدف في وقت ممتاز بالنسبة لفريق فيوتشر. حكمنا الكابتن
صبح العمراوي بيدير اللقاء بشكل جيد، والحمد لله مباراة خالية من المشحنات وخالية حتى الآن من الكروت سواء صفراء أو حمراء. شفنا المباراة السابقة كانت مليئة بالبطاقات الصفراء في اللقاء الداخلية والإسماعيلي، والآن حكم اللقاء بصفر. هذا الشوط الأول، الشوط الأول يا سادة انتهى الآن بالتعادل. مين خرج ومين نزل؟ أثناء متابعتنا لأحداث الشوط الثاني حكمنا الكابتن صبح العمراوي. الشوط الأول خالي من البطاقات الصفراء والحمراء، الشوط الثاني بدأ الآن. لمسة حلوة على الشمال تصل للوادي، مع كرة الوادي عاوز يعدي الوادي منتهى الخطورة، ولكن محمود الجزار. الكابتن هاني عبد الباقي كمدير فني مؤقت، لمسة كرة إلى أمام، محاولة خطيرة، يعقوب عرضية قوية، هوب الرأسية، يا الله يا الله، التحام فضائي، ربنا يسترها يا رب، ربنا يسترها يا رب، التحام فضائي، التحام فضائي، إن شاء الله خير بإذن الله، إن شاء الله خير بإذن الله، استرها يا ستار، استرها يا ستار، استرها يا ستار بإذن الله، إن شاء الله خير بإذن الله، إن شاء الله خير بإذن الله، قول يا رب، قول يا رب بإذن الله سلامات. هذا الالتحام الفضائي بين محمد ربيعة وتقريبا أحمد ياسر، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. الالتحام بين أحمد ياسر ومحمد ربيعة، نطمن عليهم بإذن الله، نطمن عليهم بإذن الله. حتى يعقوب هجمة للبنك الأهلي، يعقوب لما كورته عدى يعقوب خطير، هوب عرضية جميلة والرأسية، ولكن فين؟ في نص المرمى، في أحضان الحارس محمود جنش، عرضية ممتازة بالمسطرة بالملي بقدم إسحاق يعقوب، وضربة الرأس القوية من محمود السيد، ولكن في المكان وفي الزاوية اللي واقف فيها الحارس محمود جنش حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر. حتى الآن البنك قالها عمل تغييرتين، والتغييرتين عملوا نشاط ملحوظ في النحلي لبيلو أمامية، تصل لباسم علي بكريمين، عرضية حلوة على الشمال جميلة، الوادي لسه مع كرة، الوادي عاوز يعدي، عدى هرم بمهارة غير عادية، عبد الكبير وسندة، هوب التصويب، ولكن الدفاع ممتاز بقدم محمد فتحي، تعادي، ولكن طلع بره توبة تماس لصالح فيوتشر في هذا الموسم، خلفا لأسماء كبيرة بقيمة الكابتن علي ماهر وبقيمة الكابتن عبد الظاهر السقا اللي عملوا مجهود كبير وعملوا شغل على أعلى مستوى في خلال الموسمين الماضيين. الفاول بقدم الوادي، الكرة الطولية عالية والرأسية خطيرة، واللمس والهدف، جول جوه جول، الهدف الثاني، هدف التقدم الغالي، على طول على طول على طول فيوتشر مشاهدينا يخطف المباراة ويسجل الهدف الثاني بقدم على الفيل، قلب الدفاع يتحرك ويزيد ويسجل الهدف الثاني، هدف التقدم في الدقيقة 87 من نهاية المباراة، الكرة الطولية ثم الرأسية، هذه العادة مرة تانية، الرأسية الذهبية من عمر السعيد، والخطفة، الخطفة غير بقدم على الفيل، قلب الدفاع، هذه العادة مرة تانية، النجم المغربي الوادي ثم الرأسية ثم التصويبة والهدف الثاني يا سادة، هدف التقدم الغالي لمودرن فيوتشر في وقت قاتل من نهاية المباراة. دفاع من ربيعة وضرب الجزاء الآن، ضرب الجزاء الآن لصالح فريق البنك الأهلي، حكم اللقاء صبح العمراوي يصفر ويدي ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي، ده في الدقيقة الأولى بلس 90 من نهاية المباراة، لمسة يد موجودة على اللاعب محمد ربيعة، هذه العادة مرة ثانية، هذه الباص الطولي وهذه اللمسة وهذه العرضية القوية بقدم إسحاق يعقوبو، والمتابعة واللمسة جت في يد اللاعب محمد ربيعة، وحكم اللقاء يديها ركلة جزاء، حكم اللقاء يديها ركلة جزاء، ضربة الجزاء تعتبر هي ضربة الجزاء تعتبر هي الركلة رقم 28 في الدوري في هذا الموسم، وتعتبر مشاهدينا أول ركلة جزاء للبنك الأهلي في الموسم الحن، والتركيز العالي كمان موجود فده الحارس الكبير محمود جنش، والركلة
في الوقت القاتل من نهاية المباراة. جريندو وجها لوجه مع محمود جنش. جريندو مش ممكن يا جريندو يحطها في العارضة، مش ممكن هذا الكلام، مش ممكن، مش معقول. تصوبة قوية صاروخية بقدم محمد جريندو تيجي في سقف العارضة، تيجي في سقف العارضة وتترد داخل أرضية الملعب. الركلة بتضيع، ركلة جزاء ضائعة للبنك الأهلي، ده في الدقيقة الرابعة بلس 90 من نهاية المباراة. يا الله يا الله يا الله، في هذا الموسم 28 ركلة جزاء سجل منها 17 ركلة وضاعت 11 ركلة. برضو النهاردة مشاهدينا في ماتش الداخلية النهاردة وفريق الإسماعيلي برضو كان في ضرب جزاء ضائعة كانت بقدم اللاعب ألفريد في الدقيقة 40 من عمر المباراة، والنهاردة ضرب جزاء ضائعة بقدم جريندو لباسوني. والآن حكم اللقب صفر بنهاية المباراة، والفوز الغالي والصعب اليوم فوز مودرن فيوتشر على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام لقاء الأسبوع الخامس، فوز رابع